طيب احنا معانا بالفعل على التليفون سياده السفير ايهاب فهمي سفير مصر في تونس. سياده السفير صباح الخير على حضرتك، سعداء جدا بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي، اهلا بحضرتك يا فندم. سياده السفير حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك، اهلا بحضرتك صباح الفل، اهلا بكل الساده المشاهدين، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا في البرنامج وسعداء كمان باللقطات الجميله اللي كلنا تابعناها، وطبعا ده شيء مش جديد على الدبلوماسيه المصريه بشكل عام واكيد ولا على سعادتك بصفه خاصه. عايزين في البدايه نسال حضرتك كده من زاويه حضرتك لرؤيه الامور، يعني اللحظات اللي حضرتك استقبلت فيها بعثه النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب وتجاذب اطراف الحديث معاه او ما بينه وما بين رئيس نادي الترجي، حضرتك شفت الموقف والصوره دي ازاي وحضرتك كنت طرف اساسي ورئيسي فيها؟ والله يا فندم يعني طبعا شرف لينا ان احنا نكون في استقبال بعثه النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ويعني طبعا في لفته كريمه من رئيس النادي الترجي سيد حمدي مدد كان حريص على انه يكون في استقبال كابتن محمود الخطيب، ويعني النادي الاهلي والنادي الترجي دول قامتين كبيرتين وناديين عريقين في افريقيا، وكان من الطبيعي انه في اطار الاحترام المتبادل ما بين رئيس الناديين وايضا ما بين جماهير الناديين انه يتم هذا اللقاء ويكون الاستقبال بهذه الحفاوه اللي بيليق بالاهلي بيليق بمصر ايضا. فيعني طبعا كان في حديث مطول مع ما بين رئيس الناديين، وكان يعني الاحترام هو القاسم المشترك المحبه والود، ودي ترجمه بالفعل العلاقات المحبه والموده اللي بتربط ما بين الشعب التونسي والشعب المصري عبر التاريخ. ويعني نتمنى ان شاء الله ان احنا نشاهد مباراه ممتعه يتمتع بها جماهير الناديين وتكون في اطار من يسودها يعني اجواء موده واخوه باذن الله. هو الحقيقه يا سياده السفير برضه من الامور اللي دايما ملفته للنظر، والكلام ده ينطبق على دول شمال افريقيا بشكل عام وطبعا تونس بطبيعه الحال بصفه خاصه، يعني برغم ان في دايما تنافس كروي شديد جدا ومن قديم الازل، لكن دايما ده يعني من الامور اللي عمرها ما اثرت ابدا على العلاقه الطيبه جدا والمحبه اللي بتجمع بين الشعبين المصري والتونسي واللي شفناها متجسده طبعا في اللقاء ده. التونسيه والمصريه وخصوصا ما بين الشعبين علاقات تاريخيه، ويعني بيربطنا ما بينهم ما بيننا وما بينهم قاسم كثيره مشتركه، فهم يعني الشعب التونسي مولع بالفن والثقافه المصريه وكذلك ايضا في مصر، فهناك الكثير من التقارب ما بين الشعبين، ويعني احنا لا نشعر بغربه واحنا في تونس ولا يشعر ايضا التونسيون بالغربه في بلدهم الثانيه مصر. فيعني الحمد لله والعلاقات بتشهد يعني تطور ملحوظ ما بين البلدين وما بين الكيانتين السياسيتين، والحمد لله ان شاء الله باذن الله تكون الرياضه ومن خلال كره القدم اللي هي بتشكل جزء رئيسي من وجدان الشعبين التونسي والمصري يكون سبب في تعزيز هذا التقارب ما بين مصر وتونس باذن الله. باذن الله. يعني انا من خلال حضرتك بوجه التحيه للسيد رئيس النادي حمدي مدد على كل الجهود اللي بيبذلها من اول الفريق، وحقيقي السلطات التونسيه لم تدخر جاهزا للتوفير كل سبل الراحه ايضا للفريق، وسواء فيما يتعلق بالاستقبال او الاجراءات الامنيه من ساعه الوصول الى الان وحتى المغادره باذن الله، وده مش غريب على تونس ولا على اهل تونس. أكيد أكيد، ديهم مننا كل الشكر والتقدير والود والاحترام، وكل الشكر برضو موصول لسيادتك ولكل فرد من طاقم السفارة المصرية في تونس. سيادة السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، بنشكر حضرتك جزيل الشكر وصباح الفل على حضرتك يا فندم. جميل جدا.